المشاركة ديالنا في فعاليات الدورة الثالثة ديال مروكو ميديكال اكسبو 2024 كتندرج من خلال المركز الصحي الجامعي لوكاليبتوس للصحة والراحة النفسية. هذا المركز كيوفر علاجات للأمراض النفسية والعصبية والعقلية من خلال الاستشفاء، من خلال الاستشارات الطبية، وأيضا التكفل بالحالات المستعجلة، وأيضا كيوفر البحث العلمي للطلبة، وأيضا ميدان التدريب ديال الطلبة. الإحصائيات كتقول أن الأمراض النفسية في العالم مرتفعة، بحيث أن منظمة الصحة العالمية كتقولنا أن شخص من بين 5 أشخاص كيعاني من أمراض نفسية وعقلية. ونقدر نقول أن هذه الأرقام مرتفعة أكثر في المغرب، لأن واحد الدراسات دارت مؤخرا لقات أن مغربي من بين 3 مغاربة ولا من بين 4 مغاربة كيعاني من أمراض نفسية. الأسباب المرتبطة بالأمراض النفسية هي متعددة، يعني ما كيكونش عامل واحد. كاين بطبيعة الحال عوامل بيولوجية، عوامل جينية، وكتكون عوامل بيئية مرتبطة بالنمط الغذائي ونمط العيش ديال الإنسان. حابب نسولك على قبل مثلا، يعني هذا الشيء ديال الضغوطات النفسية ديال الحياة اليومية، واش كتساهم حتى هي بالأمراض النفسية؟ كما قلت، ما كيكونش السبب واحد، يعني كيكونوا دائما مجموعة من الأسباب. العوامل البيئية اللي كتكون مرتبطة بعض المرات بالضغوطات النفسية اللي كيعيشها الإنسان كتمثل واحد العوامل من بين عوامل أخرى، لأنها هذه العوامل كتزاد عليها عوامل أخرى كعوامل بيولوجية، عوامل جينية، وكتعطينا أمراض نفسية. شنو الرسالة ديالك للناس باش يعني باش ما يبقاش يعاني من أمراض نفسية؟ واش كاين شي أمور وقائية؟ الوقاية من الأمراض النفسية كتطلب أن الإنسان كما قلت يكون عنده واحد النمط العيش اللي هو متوازن، من خلال تغذية متوازنة، أوقات النوم اللي تكون هي كافية، وأيضا ما يترددش أنه يستشير الطبيب إذا حس بواحد الأعراض اللي أنها كتكون ماشي طبيعية ولا غير اعتيادية. واش الانسان اذا كان عنده مرض نفسي متهون عليه غيأدي درجة الزوم؟ ما كنفضلش ان المصطلحات تستعمل الناس اللي عندهم امراض نفسيه، لانها في نهايه المطاف كتبقى امراض مثل جميع الامراض، ما عندهاش علاقه بالجنون ولا بمصطلحات اخرى. وهذه المصطلحات كيبقاو فيها ستيغماتيزون، كما كنقول وصمه عار على المرضى. اللي اساسي في هذه الحالات هو ان الانسان يمشي يشوف الطبيب المختص ويتعالج، باش ان الحاله ما توليش مزمنه ولا بمضاعفات اللي كيصعب من بعد العلاج ديالها. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.